والمقصود بالتسليم هو اللفظ، لأنها من الأركان القولية، أركان القولية. الالتفات ليس بضرورة، يعني لو واحد وهو يصلي قرأ التشهد خلص قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تمت صلاته، قال ما التفت يمين يسار، التفات سنة باتفاق أهل العلم، التفات سنة، لو لم يلتفت صلاة صحيحة، لو التفت يسار أول شيء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ما يضر كذلك، لأن الالتفات في النهاية سنة. الركن هو إيش؟ اللفظ، اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عند أحمد يشترط أو الركن عنده تسليمتان، هذا المشهور في مذهب أحمد. والقول الثاني في مذهب أحمد التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن التسليمة الأولى هي الركن. إذا انتبهوا،